رغم كل شي عم بيصير، رغم إنه الوضع ما بقى ينحمل أبداً، رغم كل يلي عملوه فينا، رغم كل يلي وصلونا عليه، ما بقدر أتخيل حالي إني عايشة برات لبنان. ما بدي فتش عوطن بديل، بدي وطن يحميني ويحمي عائلتي. ما بدي أخسر فيه كل يوم حدا بحبه بانفجار أو باغتيال أو بحرب أو بأي شيء. بدي بلد يحترمنا، يحترم حقوقنا، وما يدعس كل يوم على أحلامنا. إحنا عم نحلم، بس إلا ما يجي يوم وهالحلم يصير حقيقة. ما صار على أيامنا وعأيام جدودنا، بس على أمل إنه يصير على أيام أولادنا. أنا مواطنة لبنانية، ماجي بوغصن، وجاهزة للمواجهة. مساء الخير ماجي، عبر صوت بيروت انترناشونال. مساء النور. اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. تفضل. ميرسي. ماجي بغصن، باول حلقه من المواجهه رح تحكي كل شيء اليوم؟ في عندك في عندك شيء حدود لاي موضوع ما بدك نحكي فيه؟ لا، رح بلش معك مطرح ما خلصتي. كنت عم تحكي عن الوطن، عم تحكي عن انه ما عشنا نحن اللي لازم نعيشه بهيدا البلد على امل انه الاولاد اولادك يعيشون. قد ايه خايفين على اولادك؟ كثير. ليه؟ من شو؟ من كل شيء. من الهواء، من المي، من انفجار، من التلوث، من الغدر. خايفه عليهم من كل شيء. نحن ربينا بالملاجئ، واهلنا كانوا خايفين علينا، قلنا بركي مستقبلنا، نحن بمستقبلنا ونحن رهائن مخطوفين. ربينا نحن بملاجئ، بس كنا عارفين في حرب. كان في حرب معلنه واشرف، لانه بس تسمع صوت الازايف تنزل تتخبى، وبس يعملوا هدنه تطلع تعيش حياتك، منك خايف من شيء. هلا صارت الحرب، ما بدي اقول اذكى لانه ما في ذكاء بالحرب، الحرب يعني دمار وقتل. اخبس اخبس صارت عم يغتالوك انت ونايم بتختك وقاعد ببيتك، انت عم تموت بين اربع حيطان، فهيدا اغتيال خبيث، صارت اخبس الحرب. ماجي هالقد يأسانه، بعرف انه ولادك معهم باسبورات اجنبيه صح؟ لوين؟ وين باسبورات؟ على اي بلاد؟ امريكا. امريكا، ليه ما اخذتيهم وميرسي اولفوار حملت حالك وفليتي؟ شو يعني شو العائق اللي ما خليك تفلي؟ هالقد خايفين على الاولاد وهالقد خايفين على المستقبل؟ كثير هينه. لانه يا رودولف الوطن كرامه. انا ما بقدر اعيش برات لبنان. ليه؟ انا من زمان بقول بسافر سياحه بحس اني اختنقت، بضيق نفسي. يعني برات بلدي بحس لون السما غير، ريحه الهواء غير. ما بقدر، بدي ضل. ولما اقول انا بدي اعيش بلبنان وموت بلبنان، ايه بموت بلبنان، بس ولادي لا. بدك تعيشي بلبنان وتموتي بلبنان، ونحن كل يوم بنموت بلبنان، وعم تعطي مجال انه ولادك كمان يخسروا حالهم لا سمح الله بلبنان. لا، ما عم بجبرهم. قبل هيدي الفترات ابني سنة الجاي بيصير بالجامعه، كان يقول لي بدي اسافر ادرس برا، انا خاف ولا ما بدي يغيب عن عيني. ريان هلا رح يجي يقول لك مام انا بدي اطلع على امريكا، اعيش بامريكا، ادرس اتخصص بجامعات امريكا. شو رح تقولي له؟ اكيد. طبعا هيدا رايه. يعني رح تخسر ما أبنى. بقى عندي القوه والجراه شو بدي اقول لك، والحقيقيه اني انا هالقد حمسه وشجعه وخليه بلبنان، ما بدي اكون مسؤوله عن اي شيء. قدر تحمل البعد؟ قدر تحمل البعد؟ لا، بدي الحقه. يعني تركت لون السما والارض ايه بترك كرمال ابني، اكيد بترك. بس انا يكون قراري اني انا اقرر عن الاولاد اني اخذهم
وسفرون صعب علي، بس ابني اسم الله صار رجال وسنت جاي بالجامعة، إذا قرر رح احترم ما قرر وما بق فيني رغبه بلبنان. ما فينا نضحك بقى على الأولاد ولا نضحك على حالنا. يعني وصلنا لمرحلة أو منخسر أولادنا أو منخسر بلدنا. أنا ما بدي أخسر أولادي. نحن شو قضيتنا بانفجار المرفأ؟ أبسط الإيمان، مين عمل هيك؟ ما منعرف شيء، ما منعرف إنه نص الشعب اللبناني صارت عياله ناقصة، بس احنا ما بنعرف شيء، بيقعدونا انه بده يقولوا لنا. انفجار المرفأ قد ايه اثر عليك؟ كثير. كيف؟ بكل شيء. لا بشو؟ ما نفسيا خسرنا ناس، في ناس بعرفهم توفوا، تضرروا، انصابوا، ارزاق تهدمت، تكسرت، ولو ما كنت بتعرف حدا ما هو اللي مش لبناني بكي دم، كيف نحن؟ مين بتلومي على اللي عم بيصير فينا؟ بلوم كل المسؤولين. كلهم؟ كلهم اكيد. يعني لو يعني نترات الامونيوم المخزنين وشو بعرفني شو تاني، يعني مين المسؤول عنهم؟ وفي علي وفيهم خطر، والخطر صار وصار الانفجار. بدك ما نكذب على الناس، يعني بدك انه نحكي الامور مثل ما هي. ماجي بغصن ما عندها مشاكل للناس عندهم اياها، خلينا نكون واقعيين. اوكي. ماجي بغصن ما بتحرم ولادها من شيء مش قادره تجيب لهم اياه، يعني الله يزيدك يا رب ويرزقك، بس ما عندك هيدا الوجع اللي كل الناس عم بيعيشوه، مش بس انت، في كثير فنانين مثل ماجي بغصن كمان نفس الشيء، انه مكتفيين ومرزوقين، عم بتحسي بالناس، بوجع الناس، عم بتحسي فيهم، عم تنزل بتروح على السوبر ماركت بتشوفي. اول شيء بدي اقول لك بس انه اذا الشخص مرتاح ماديا ما بدنا نربطها بالفنانين، في قسم من الفنانين مرتاح بس في قسم يعني منه مرتاح ابدا. طبعاً. بس هيدي طبعاً للتوضيح، بحس اكيد بحس، لانه الحمد لله انا انت عم تقول ما بدنا نكذب، انا مرتاحه، ما بحرم اولادي، بس انا طريقه تربيتي اولادي بيعرفوا انه يعني بطريقه التربيه حرمتهم كثير لاقدر ربيهم صح ليطلعوا بيعرفوا قيمة كل شيء بالحياة. بس انت بتنزل على السوبر ماركت بتروحي او بتبعتي درايفر بتقولي روح جيب لي اغراض؟ بتروح بتشوف الاسعار؟ لانه انا بحب وهن بحبوا يجيبوا، وحتى بقول لهم وصلنا لمرحلة يعني اقول لهم انه هيدي صارت غالية، وهن لانه متربيين على هالطريقة يقولوا لي يا ماما هيدا صار كثير غالي، بلا بقول لهم صح، بلا يا ماما ليش بدنا ندفع حقه هالقد؟ فينا نعمل البديل، هن بيعملوا بالبيت. هي للتربية. 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 بس قد ايه مبسوطة بينك وبين حالك انه الدولار اليوم بلبنان صار 8500؟ قد ايه مبسوطة؟ اكيد. كيف بدي اكون مبسوطة والناس مذبوحة؟ الناس مذبوحة. شو بدنا انت 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 قد ايه انت مبسوطة؟ لإلي مبسوط. لمصلحتك؟ لا 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 ما في الي مصلحة بالموضوع. خليني اقول لك ليش؟ لأنه الإنسان كل شخص إذا ربنا ناعم عليه بمطرح، أول شيء ربنا ما بيعطيك لإلك بس، ربنا منه أناني، ربنا رحوم، ربنا بس يعطي شخص بيكون عبره عم بيمرق الأكتار. فالشخص المرتاح واللي فيه ضمير بيكون مسؤول مش بس عن عائلة، عن ميات العيال، فهو بيعطى الهم. كل ما زاد الوضع سوء في عنده عيال كثيرة مسؤولة عنها، بده يأمنها طبابة، معيشة، مواد غذائية، هيدا هم. أما إذا أنت مسكر بابك على حالك وعايش وفيك تعيش تكمل تعيش اللوكس اللي أنت عايشها، فيني أقول لك ما بتعطى الهم، ما بتفرق معك خربت أو عمرت، بس هو الوضع مش هيك. جمال وهيدا وهيدا وضعنا نحن وجمال كمان خاصة. جمال وأنت لحقتوا تشيلوا مصرياتكم من البنك تسحبون؟ لا 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 ما لحقنا. ما لحق وحياتك. ما مش كلهم. لا ما لحقتوا تشيلوهم كلهم. لا لا ولا شيء. ولا شيء ولا شيء. علقانين بالبنك؟ علقانين بال. ما شفتك ولا مرة نزلت على البنك عملت ردة فعل؟ لأنه ما صورت ستوري، بس أنا مثل الناس، إحنا كان عندنا برودكشن، ثلاثة برودكشن مفتوحين، وبدنا مصاري وبدنا كاش ماني، مش كل شيء في تعامل بالشك، في عندك في أكل، في قصص بدها تكون فريش ماني عم تدفعها لتقدر أنت تكمل البرودكشن. أنا كنت أنزل على البنوكة وكنت أزعل، يعني ياما أيام أطلع عم ببكي، يعني ضيقت مثل يعني. طيب أنت ساكتة أكتريتنا ساكتين على سرقة المصارف لمصرياتنا إذا بدك، ليه ساكت؟ ليه بعد لليوم ساكتين؟
نحن شعب هيك يعني ما بنحب نحكي ما بنشو طيب شو بنعمل؟ بننزل بنقتلهم يعني؟ أول شيء هن موظفين البنك ما دخلهم، ناس بتفشفش فيهم يمكن وأنا حق يمكن مين؟ حق مين؟ أكيد شي كلمة، الحق على الروس الكبيرة كلهم، الحق على الروس الكبيرة وحق على الروس الكبيرة مين يعني؟ فسري لي خلينا يا رودولف. نحن أنا إذا بدي أجي أقول لك هلا لأنه أنا بعرف لأنه الحق على فلان لأنه هيك عم بيقرروا، نحن ما بنعرف بشي تنحكي فيه، نحن بنسمع بنحلل بننتفض بنصرخ بنعلي صوتنا، بس هي اللعبة الكبيرة مين بيعرف شو عم بيصير؟ مين بيعرف الدول برا شو بدهم من لبنان؟ شو الاتفاقيات اللي عم بتصير؟ ما بنعرف بشي، نحن بس ناطرين ناطرين الفرج والسترة ومنقول يا رب. بس لأني أحكيك بثقة إنه أحكيك سياسة وخبرك كله حكي. ما قاله حكي كله حكي. بعدك مصرة تنجب لبنان أنت وجمال؟ أكيد. بعدكم مصرين تعملوا إنتاج؟ أكيد. لمين؟ لشو؟ يعني في عندك مشكلة اقتصادية، في عندك ومصرياتكم محجوزين بالبنوك ما عم فيكم تدفعوا. الله يفرج علينا وعلى كل الناس. عم بكي لملك هلا مش الحمد لله ما بدها لمية في برا. لا فعلا المصريات محجوزين، التلفزيونات ما عم بيدفعوا يعني صح. ما يعني خلينا نكون واقعيين، تلفزيونات ما عم بيدفعوا ابدا صح. لمين عم تنجو؟ في منصات في منصات وفي محطات عربية عم تعرض مسلسلات وعم تدفع الحمد لله. بعد هيدي بنقول نعمة انه نكمل ونشتغل. وشوف قطاع الانتاج قطاع كثير مهم للبلد لانه عم بفوت ملايين الدولارات كل سنة، فرش ماني عم تندفع للناس وفي عيال كثير عم تشتغل وبعدها فاتحة بيوتها ومبسوطة وبتقول الحمد لله، ونحن بنقول الحمد لله انه عم نشتغل عم تنجح المسلسلات. بنفس الوقت يعني في اشخاص الوف الاشخاص يلي عم تشتغل وكثير مبسوطه من هيدا الشيء، احسن ما تكون قاعده بالبيت ما عم تنتج وما قادره تقوم بعيالها. اكيد اكيد. وخليني اقول شغله كمان هيك للمصداقيه اذا بدك، من اكثر الشركات اللي بتنتج وبتنتج لبناني هن شركتكم، واكثر عمل ثوره الفلاحين اللي سبقته ثوره 17 تشرين فيها كمان كان من اكبر او اضخم الانتاجات العربيه. صح. اليوم بدي انسى شوي هلا ماجي الممثله، بدي ماجي الانسان الام. شو بتوجه رساله لكل السياسيين؟ بس بدي رساله تكون صادقه من القلب. شو بدي اقول لهم؟ يعني اكثر ما حكيت هالناس شو بدنا نحكي؟ اكثر ما حكيت الناس المقطعه مشقفه على الطرقات وحامله اولادها يا منصابة يا متوفية يا يعني قلب محروق ووجع من نص القلب، شو بدي اقول لهم؟ ما شبعتوا؟ العمى مثل النار، النار وحدة بتاكل ما بتشبع، أنا أكلتوا أموال ومعكم مليارات ما بتشبعوا، ما في بقلبكم هالقد المصاري بتعمل بيصير صنم الواحد؟ ما فهمت، لا بالمنيح عم يجوا لا بالمسبات عم يجوا ولا بشي عم يعرفوا يحلوا عنا، خيخدوا مصرياتكم وفلوا. نحنا منرجع منبني حالنا بحالنا، الشعب اللبناني ذكي ومعلم ومثقف ومنقدر نبني وعم نبيض وجه لبنان بدول العالم كلها، أصلا كل الأدمغة كلها الشعب اللبناني كمان شريك بهيدا الموضوع لأنه هو عم بيرجع ينتخب نفس الطبقة الحاكمة. تعرف ليش؟ أنا عم حلل في قسم كبير من الناس ما عندها شخصية، ما عندها حلم، منا مستقلة، عطول بتحب تكون مرؤوسة. عندي رئيس شو بحاضر سيدنا حتى لو غير سياسته، إذا كان رايع على الغرب بقى معك، غير رأيه غير رأيه كومبليتلي بضلن معه، إني مش ماشيين ورا رأي سياسي، ماشيين ورا زعيم بحبوا يكون عندهم زعيم. وفي قسم بس هول اكثريه اللبنانيين، هول اكثريه اللبنانيين، هي هي المشكله. ايه يعني هيدي يعني المشكله انه يعني عم نرجع انه نحن مشكله ضمن المنظومه الفاسده طبعا. إيه؟ ليل يلي عندهم راي حر بيتبعوا فكر ورؤيه وما عندهم مشكله يغيروا الاشخاص، مهم نوصل للي بدنا اياه. لا في ناس بدهم نفس الاشخاص نغرق سوا، مهم انت رئيسي، وهي مشكلتنا عم نرجع ننتخب منشان هيك نفس الاشخاص. شباب لو سمحتوا قربوا لها الكراسي شوي حتى نعلي دوز الأسئلة.
بس تعلي الدوز تقلب الكراسة لازم آخر فقرة شو بيصير قد ايه بتعلي الدوز لازم بعد قد ايه بيقربوا الكراسة ماجي بغصن انت من النجوم اللي كانوا ناشطين جدا فترة الثورة شو اوف يعني نزلت تصوري وتقولي انه هي او فعلا داعمة وبعدك داعمة للثورة ليك انا بس نزلت على الثورة اكلت بهدلة من حكيمة لانه انا كنت وضع الصحي كتير صعب وكنت بعدني بالفرشة فمن الفرشة نزلت على موبيلات لانه محيط بيتي كان مسكر يعني ما فيني اطلع بس ما قدرت ما انزل حسيت لو لوحدي بدي ونزلت لوحدي ما كان استعراض انه نزل على الموبيلات وما اجي بغصن اكيد لا ليش مين عرف اني نزلت على تصور وعلم لبنان وحطينا تويت مين عرف اني نزلت على الموبيلات اصلا ما تصورت اني نزلت على الموبيلات يعني ومنه استعراض صحافة والناس صوروك انه كان يعني فيني انزل يعني بمواكبه مثلا لا استعراض مجرد ما تكون على موبيلات ما اجي بغصن على موبيلات اذا انا شفتها طيب بتصورها لا انت عم تتساءل انه انا متواضعه وقريبه هيدا عم تتساءل هيدا وطن هيدي ثوره كيف ما كان بدنا ننزل وايه بدنا نتصور وبدنا ننزل ستوري وبدنا نقول انزلوا ما حدا يضل ببيته واولادي نزلوا طيب كثير ناس كثير ناس كتبوا لك انه ماجي بغصن انت معك مصاري ومرتاحه ليه بدك تنزل على الثوره؟ يا حبيبي شو لها علاقه الثوره وكرامتك بالمصاري؟ كرامه ما بتعرف غني وفقير الكرامه ما بتتسعر لو الكرامه بتتسعر كان كتار بيشتروها شري وبيتباهوا فيها في كتار معهم مصاري كتير كرامتك بلدك كرامتك اولادك انه يعيشوا بمستقبل صح هيدي كرامتك يعني فكر واحد شوي قبل ما يحكي يعني وقبل ما يكتب تويتات بتضر صاحبها ما بتضرك انت هيدا غبا هيدا غبا انه واحد معه مصاري عنده كرامه يعني لا انه واحد ما كل اللي عنده مصاري عندنا ومسؤولين ما عندهم كرامه نادي طالب بحقوق الكهرباء والمي والمطر وهو اوريدي عنده قصر وعتلين هم من وين بده يجيب الفاز هيدا بدي طالب بحقوقي لاخر نفس لو عندي 10 قصور كرامتك هي طريقه تعاطي الكل حواليك معك بمرضك بمدرستك بولادك بمستقبل ولادك بكل شيء عم نعيش فيه نحن كلنا عم نتبهدل مش عم نتبهدل يعني الزباله والانفجار والتلوث وكل شيء عم يعني فرق بين غني وفقير وما بدي سوق يعني انه انا غني وانا اقل الناس في كثير نجوم ماجي كمان شاركوا معك بالثوره مثل كارمن لبوس وسام حنا نادين جيم بديع ابو شقره كثار يعني ما بدي انسى حدا حتى ما يقولوا في ناس اتهموا بالمبالغه وركوب موجه الثوره شو رايك بالموضوع؟ او لا كمان بعدهم نفس الموضوع انه عم بدافعوا عن كرامتهم ليك كل انسان عنده طريقه بالحكي مش المبالغه شوي يعني ما فيني اقول لك يعني ما فيك تكوني وطنيه اكثر من الوطن او لا حسب طريقه يعني طرح الموضوع كل انسان بيطرح رايه وفكره طيب وحسه بيعبر عن غضبه بطريقه طيب قولي لي مين مثلا على السوشيال ميديا حدا استفزك يعني بالغ بارائه بتويتاته بصوره انه فكرك رح سمي يعني اكيد ما بسمي ليه وعندي رأي اكيد عندي رأي بتخافي يزعلوا رأيي بحتفظ فيه لإلي لا بخاف كون فهمانتهم غلط ما نحن بنغلط كمان بقراءة الناس دايما بتلبسي ثوب الملاك ابدا ابدا انا ما بلبس ثوب الملاك هلا عم تلبس ثوب الملاك لا ما عم بلبس ثوب الملاك بخاف انه كون فهمانتهم غلط لا بس هيدي مش جرأة انه مين استفزك انا في كثير ناس استفزوني على تويتر عملت لهم بلوك منا جرأة انه في ناس قاعدة طيب لمين عملت ميوت؟ اعطوني تليفون ماجي لمين إيه عملت ميوت؟ عامله مش ميوت بلوك كمان لمين؟ لا في ناس صاروا يسبوا الثوره ويسبونا بس ننزل على الثوره يعني يحكوا كلام سوقي يعني دغري بعمل لهم بلوك بطلت ملاك ميوت لمين؟ ميوت عامله ميوت ايه لمين؟ عامله ميوت بعرف لمين عامل كتير ميوت بعرف لمين عامل ميوت في ما فيني سمي لك لان هني ما بيعرفوا في ناس ما بقدر اقرا تويتاتهم ما بقدر يعني في بيضايقوك ببدايه الكورونا عدد كبير من الممثلين قدموا عريضه بوش شركات الانتاج بوزاره صح كرمال يوقفوا التصوير نعم من بيناتهم الكاتبه اللي بتشتغلوا معها دائما كلوديا ماشيليون، نهله داوود، وسام حنا، فيفيان انطونيوس، طلال جردي وعدد يعني
لا مش كل الاسماء اللي عم تسميها صحيحه. شو هن؟ قولي صح الحيله. يعني مش فيفيان، فيفيان بالصدفه شافت اسمها وطلبت انه شفته اونلاين، ما بعرف هلا بالصدفه او مش بالصدفه شو صار. انا شفت الاسامي اونلاين. وكلوديا كمان يعني انا تواصلت انا وياها، غيرت رايها خوفا. وهي مش غيرت، هي يعني هي طلبت انه ليش خطا مطبعي، انه لا ما تحطوا اسمي. في اسماء نزلت من دون علم اصحابها. ايه اوكي، يعني سجلت عليهم عتب؟ عتبت عليهم؟ لا، انا هدفعين مصاري وانتم قاعدين عم تغنجوا ما بدكم. خليني اقول لك شيء، ما بسجل عتب ابدا على اللي خايف. خايف على صحته وخايف على اهل بيته، هيدا حقه، حقه الطبيعي، ونحن بنحترم هيدا الراي. اوكي. وانا كتار كان عندي تصويرات وشغل لغيتهم، حس اني خايفه من كورونا، اقول لهم سوري ما بدي اجي، واحترموا رايي. بس بتعتب على يلي يعني سجل هالشكوى وهو عم بيصور. انه كيف لما كيف يكون يعني؟ عندك قضيه، يعني كانوا عم بيصوروا بمحل واعترضوا على تصوير بمحل ثاني وطلبوا انه توقف تصويراتنا، هون صار في كويستشن مارك. يعني بس حتى نفهم، ما بدي سمي، حتى نكون واضحين للناس، ما بدي سمي. موضوع قطع وراح يعني غير وسام حنا. لا ما بدي سمي، لا ما تسمي انت، لو سمحت بسألك. لو سمحت أوكي. ما بدي سمي لانه خلص موضوع راح، وانا ما بحب، انا بحكي بالموضوع مره ما بحب ضل احكي فيه. بس لما يكون عندك قضيه بدك تكون انت قد هيدي القضيه. لما انت عم بتدافع عن موضوع معين بدك تكون انت محترمه، صح؟ انت اعتبت عليهم كمنتجه او كممثله او كزميله او كل شيء، شو بدك سمي. انا ممثله ومنتجه. انا لا، عتبك من مين اجى؟ من اي ماجي اجى؟ من ماجي المنتجه، الممثله، الزميله، ما بعرف، ما فكرت فيها. بس انا عم اقول لك ما عتبت على ولا اي حدا. انا لو ما بدي انزل على التصوير ما نزلت، ولما قررنا نكمل تصوير انا كان عندي 10 ايام بلوك ما عندي فيه، قلبنا ليكون اول بلوك لإلي. شو تغير يعني اليوم؟ نزلت صورت. شو تغير اليوم؟ كله عم بيصور وكورونا ب 2000 حاله بالنهار، شو تغير اليوم يعني؟ اللي تغير انه الانسان بيتعود على المصيبه، او حدا كان عم يجرب يوقف شغل حدا، ويمكن ما بعرف. ما بعرف، بس الاكثريه اكيد لا، في عن حسن نيه. بس الانسان بيتعود على الخوف، بيتاقلم مع الخوف، بيتاقلم مع المصيبه، وكلنا تاقلمنا معه عادي. طيب. الحياه بدها تكمل كمان اكيد، بس انه نضل منتبهين اكيد. طيب بدي اروح معك لموضوع ثاني، بدي اعرف بس خلينا نحكي الامور هاي مثل ما هي، ما بدي ماجي الملاك، خلي تروح تجيني ماجي. يا عمي مين قال لك اني ملاك؟ فرجيني شيطاني. انا حموت لتقولوا عني شيطاني وبدالكم تقولوا عني ملاك، انه شو لازم اعمل؟ والله انا مغيره. لا رح احكي لك الموضوع، اذا بتقولي لي الله يسامحها والله يحبها وانا بحبها وبيزو وهيك، ما بدي ما بدي العب معك بقى. طيب تفضل. اوكي. في علاقه متوتره جدا بينك وبين الممثله السوريه امل عرفه. انا؟ لا. لا والله في حركشات دائمة، حركشات دائمة. لا هلا اخر مرة دقيتي لأمتين؟ انه منيح عم نحكي على السوشيال ميديا. اخر مرة حكيتيها والله ما بعرف، هيدي خصوصيات انت ما فيك تسألني عنها. بس جاوبين على السؤال، ما خصوصيات هيدي خصوصيات. من كم يوم كتبت لي، من جمعة الماضي كتبت لي وكتبت لها ومن شهر شو حاطت على فيسبوك؟ شو حاطت؟ حاطت بوست على فيسبوك قالوا انه مقصودة في ماجي. شو هو؟ انه عم ينعمل مسلسل لماجي بغصن. ما قالت ماجي بغصن، قالت نجمه كثير كبيره بيشبه شارع شيكاغو اللي عملته امل عرفه، يعني نفس الـ هيدا، انه انطروا تيخلص هيدا تنبلش هونيك، يعني حكي ممثلات. ما شفته ما ايه حتى تكتب اللي بدها اياه. طيب انت هلا عامل مسلسل مثله؟ مثل شارع ما شيكاغو؟ ما حاضره شارع شيكاغو انا. ابدا. ما بعرف بدك يعني. طيب خلينا نشوف هالفيديو، ما زال هيك يلا. برأيك مين أهم كقدرات تمثيلية، ماجي أبو غصن أو شكرا مرتجى؟ شو برنامج أكلناها؟ إذا ما جاوبتي بدك تغني. إذا ما جاوبتي بدك تغني. كقدرات وهي لا طبعا شكرا مرتجى أكيد، ما عم زم ماجي إطلاقا، ولا من حقي أعطي رأيي فيها. هي نجمة لبنانية كبيرة وعندها كل سنة عم تعمل أعمال مهمة والناس عم تحبها طيب. وهي لكن كقدرات فنية بين قوسين شكرا. ما في رأي؟ فكرك رح يزعجني انا هيدا الشيء؟ هيدا رأيها. انا بدي اعرف رأيك بشو؟ باللي قالته، برأيها حرة.
هيدا رأيها، هيدا رأيها، ما أسأت لي، ما أسأت لي، بس هيدا رأيها، وأنا مع حرية الرأي. هلا فيك تسألني أنت مين فلانة أو فلانة أقرب لك، صديقتك أكتر أهم، ممكن نكون ما بدي زعل اثنين، كون دبلوماسية، بس إذا أعطيتك يعني رأي يعني علاقتكم منيحة اليوم من الآخر؟ والله منيحة، منيحة كتير. قولي لها بحبك كتير، اشتقت لك، بحبها كتير واشتقت لها، والله منيحة، والبنت حرة برأيها. بس بدي أقول لك شيء، أوقات الإنسان، ليش بتقولوا عني ملاك؟ أنا ما بحب حدا يقول عني مسالمة بقى، لأنه دايما كتير بزعل. يعني بحب أسمع الرأي الحقيقي اللي بقلبك. الرأي الحقيقي إني في أوقات ناس بتغلط بمطرح، ما فيك تجي أنت فجأة تحاكمها وتنسف عشرة عمر بينك وبين عمر سنين طويلة ومواقف طويلة، هيدا الإنسان بيكون بلا وفا. أوكي، أنا أما غلطت ما بدك تنسفي عشرة لا عمر. لا ما عم بحكي عنها، ما عم بتحكي عنها، ما عم بحكي عنها، انتبه، ما عم بحكي عنها. بوقتها إذا بدك ترجع لشكران، شكران إنه بمزحة هربت من السؤال، انزعجت أمل، يمكن أمل كانت حاسة إنه لا أنا لازم حقها تنزعج، لازم تقول أنا حقها تنزعج أو لا. بالنسبة لي لا. لا لا لا، لأنه أوكي. أنا لو سئلت نفس السؤال حقول اثنين. أوكي. أنا ما قاعدة بمحكمة ولا عم ينحط بوينتس للممثلات أو مرشحين لأوسكار أو كلمتي رح تهز تاريخها الفني، عشان هيك بكل لطافة هربت شكران، وأنا بعرف شكران قديش لذيذة، حتى لو بتحبني لإلي أكتر شكران أو لإلها أكتر، حرة برأيها، وأمل حرة برأيها، وأنا حرة برأيي. أوكي، وأنا حرة برأيي. أوكي أوكي، رح روح لها فيديو تاني، تفضلي. شو سماوي؟ أنا بالعادة بحب بس يضربني ويعنفني على قلبي مثل السكر، عرفت؟ بحب بس هيك بوسي على الهواء. شكرا قمر. في ناس هيدا الفيديو راح فايرل، كل الناس وصلت على تليفونها، ناس مع ونص ضد. الناس اللي مع قالوا انه مهضومة وكيوت ولذيذة، والناس الضد قالوا انه عم تشجع انه الرجال يضرب مرته. شو هالحكي؟ ده حكي يعني، ما انت قلتيهم شو هالحكي؟ شوف خليني اقول لك شيء، انا قلتهم بس انت وكل الناس بتعرف قديش انا هيدا الموضوع بيستفزني، وقديش عملت وبعمل حملات العنف ضد المرأة، وقديش المرأة يعني بكلمة مش لازم تتعنف، وهيدا الشيء بيعني لي انا شخصيا، يعني مش اني انا درستهم بالكتب او شفتهم عند الجيران، يعني لي انا شخصيا، من شان هيك يعني تجربة مرقت فيها، مشان هيك بتخافي منها. بس أنا بس أطلع ما بقعد بحفظ لا أشعار ولا كوت ولا مدري مين كاتب مدري شو، بطلع بسمعه لأقول لزين الأحرف، وهيدا الشيء خلى قسم كبير من الناس يحبوا تمثيلي ويحبوني أنا كشخص، لأني أنا عفوية بمزح ومبيني إني أنا عم بمزح، عرفت؟ يعني معك أنا بحلقة قلت شيء أهم من هيك بكتير، إنه أنا أخذني على مصرياتي وانا اللي بصرف عليه وفتحت له شركه وضحكنا كثير وكمان راح فايرل، وانا هيك راح ضل. اللي بحس بدي اقوله بدي اقوله طالما ما عم باذي حدا. خلينا نروح على المسلسل اللي عملتيه حضرتك، اللي هو اهم مسلسل صار بال 2020، يمكن من اول 2020 لليوم كان هيدا المسلسل الابرز، هو العشاء الشهير اللي عملتيه للنجمات والمحبه والمحبة كانت كبيرة واضحة بالفيديوهات. نعم. شوف. اليوم ما حدا بيحكي مع حدا. شو يا عمري؟ شو؟ خبريني عن التمثيلية الكبيرة. هلا أنا ما بحكي مع نصون. أنت ما بتحكي مع نصون. بمزح. ونص التاني ما بيحكي مع النص. عم بمزح. أنا الحمد لله بمسافة أمان مع الكل، صديقتي وحبيبة قلبي، الكل بيعرف إنه جيسي عبده. يعني نحن اثنين ممثلات بس بنحس إنه نحن ما خصنا بالدومين. أوكي. أوكي؟ بس شو السؤال؟ عم فكر، عرفته؟ السؤال اجتمعته وعملت تمثيلية إنه صلحة كبيرة بين كل الممثلات. مش تمثيلية. بلا تمثيلية. أنا شخصياً عملتها من قلب ورب. هن. كان في شيء بحياتي وهيك حسيت من قلبي أنا بحب أعمل هيدا الشيء، وهي أنا يعني ما بحب شوف حدا مخانق مع حدا، لا بالعيلة ولا بالأصحاب ولا بالجيرة ولا
ماجي اجتمعتوا اتفقتوا عملتوا معاهدات ان احنا ايد وحدة اقوى منكون وما بعرف شو الممثلات اللبنانيات انا التزمت اي بس اليوم ما حدا بيحكي مع حدا يصطفلوا هن حرين هن من هي انا يعني هيك عملنا هالشي من قلب رب انا ملتزمه امتين العشوة الثانيه المسلسل الجزء الثاني يعني سيزن 2 امتين وكل الشغل علي بالبيت يعني بس يعزموني بروح لما انت عزمتيهم مش انت حضرت هيدا العشوة عملتي انا كمان بدي ارجع احضر واعمل ليش لا انه بس حدا يعمل واذا حسيت بشي يوم طالع عبالي ما رح اعملها يعني هلا قررت هالسنه طيب خلينا نحكي بعملها يعني عادي اوكي خلينا نحكي شوي جد بين صبايا كار الواحد يعني بيناتكم في صداقه حقيقيه غير انت وجاستين سيلا انت وجاستين لا ما في لا ليه؟ هاي اول مره بقول ملاحظ ما بعرف للاسف ما في اكتشفت الشيء هيدا الشيء شكلك هلا يعني لا لا يعني انا ما بقرر على موقف يعني انا بس بدي اقول لك هيدا رايي بهيدا الشيء كون قاطعة فيه صار لسنين صداقة حقيقية كلمة صداقة كلمة كتير كبيرة شوفي شو بتسمي زمالة شو بتسمي العلاقات زمالة 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 زملاء رفقة مثل كيف عندك رفيق الدرب رفيق العمل رفيق السهر رفيق في رفقة في زمالة بس صداقة صديقك يعني بلحظة الريفلكس تبعه بياكل رصاصة عنك انت اهم منه هون عزت بيعطيك كلوة هيدي صديقك بتضربك هون الصاصة. يمكن تخنق معه على دور على شو بعرفني على لوك على هول الاشياء بالنسبة لإلي على فستان على عقد على انا بالنسبة لإلي هول اسخف من السخافة خاصة هلا بوضعنا هلا الناس والموت والجوع بتضلك مندفعه على السوشيال ميديا بتكتبي لزملائك وزميلاتك فيها محبة بتشوفي التويتات فيهم محبة هلا ريسنتلي حاسك انه مختفية يعني منك يعني صح ليه؟ لأنه على مبدأ كما تراني يا جميل أراك هن جميل لا يراك أنا مع يعني بيقولوا إنه بس بدك تعطي تعطي وما تنطر المقابل بس لا في أشياء أنت بس تعطي لازم يكون إلك مين مقصر بحقك؟ تقولي ما حدا قايم فل ما بدي سمي في بس ما بدي سمي أوكي بقبل بقبل بالجواب بعدك شايف جوانح شي لا 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 إيه؟ منيح بلشوا يخفوا لما بدي حبك واكتب لك من قلبي انت لازم تكون نفس الشيء لانه مثلي مثلك بدي اعطيك بدك تعطيني لما مره واثنين وهو ما بتنتبه من اول ما مش انه انا يعني كتبت تويت لازم انطرك بس لما بعد سنه يمكن بتنتبه بعد سنه تقولي انا ولا مره بتتذكر هيدي منا اسمها وحده بوحده هيدي اسمها اخذ وعطى بين الاشخاص فكل شخص بنعطيه حسب ما بيساهل اكثر لا اكثر لا هلا تعلمت هالدرس يعني ايه بس هيدي من يعني كمان اخذت معي وقت لوصلت هيك قربوني شوي على ماجي تشل الجانح الاخير حتى الفقره الثالثه تكون بلا جوانح على الاخر بدك تخرب لي بيتي انت قربونا لا بالعكس عادي ليش لا بينشب كم فقره بعد فيه بعد واحده ماجي الفقره الثالثه رح اعرض ست مواضيع بدي اعرف رايك اذا انت مع او ضد ممنوع تبرري يعني اذا مع ليه او ضد ليه باخر بوت بتختار اثنين بتقولي لي ليه اوكي قول مع او ضد بس بس مع او ضد هلا بس مع او ضد اوكي يلا اول موضوع ماجي بغصن انت مع او ضد الممثل السوري اقوى واهم من الممثل اللبناني ضد ثاني وحده مع او ضد نجمات لبنان أجلسنا ممثلات سوريا في منازلهن وحجمنا حضورهن ضد ضد ثالثة مع أو ضد عودة انتشار الدراما التركية محليا سيقضي على الدراما اللبنانية المشتركة ضد مع أو ضد استمرار إنتاج أجزاء لمسلسل الهيبة كما حصل في مسلسل باب الحارة مع مع خيارون مع او ضد مقولة ياسمين صبري البقاء للاقوى يلي بياخد الفيروس ياخده واللي يكمل بكمل ضد بخجل هيك لانه هي ما قصدها شيء حرام بس تجرح حياتي هلا هلا بعرف بعدين اذا بدك تعلق عليها بعدين هلا ما فيك تعلق عليها وفي مواضيع اخر وحده كمان مع او ضد المثليه الجنسيه مع مع
اوف. يلا ست مواضيع شو بدك تنقي؟ بدي اوضح ليش المثلية الجنسية، ليش قلت لك معها، والممثل السوري واللبناني. اوكي هي قصة بريق الذات. مع انه في استاذ علاء في انا اختار وحدة تفسر لي ليه؟ ايه فيك بصيروا ثلاثة؟ بصيروا ثلاثة. بدك تحاسبني فيها هيما لأن أنا كثير يعني سهلة كثير. تفضلي أول وحدة المثلية الجنسية أنت مع؟ المثلية الجنسية أنا مع حرية الإنسان. حرية الإنسان. إنسان حر، الله خلقنا أحرار. طبعاً. ونحن مشكلتنا بمجتمعاتنا إنه أنت شو ما عملت على طول بس تطلع من الباب تلاقي شي 50,000 واحد واقفين بطابور يعطوا رأيهم فيك. شو لبست؟ شو أكلت؟ مين حبيت؟ مع مين طلعت؟ مع مين جيت؟ ال أنت ملك. أنت سيد قرار نفسك، أنت حر تعبر عن شعورك مثل ما بتحب، مثل ما بتريد. إذا أنت ما عم تخترق خصوصيتي أنا شو إلي معك؟ هيدا شيء بخصك لأنت. إذا ريان مثلاً إجا قال لك أنا هيك شو بتقولي له؟ أول شيء هيدا ابني. إيه ابنك إيه شو؟ أول شيء هيدا ابني يلي أنا مع خياراته إنه هو يكون مبسوط شو ما كانت تكون لموت هو يكون مبسوط. بس إذا بدك تجي لإلي كتربيتي بحب شوفه عيش الحياة الطبيعية يلي هي ذكر وأنثى عنده ولاد. انتبه بالنسبة لإلك عم تقول الحياة الطبيعية هيك، بالنسبة لغيرك بقول الحياة الطبيعية هي مشاركة شو ما كانت تكون. طبعاً مش يعني أنت شايف طبيعتها. أنا اليوم شفت مدام عم تتجوز سجادة حاطينها خبر بالسي إن إن. بس بيقولوا السجادة أخلاقها كتير حلوة. لا معلش ما تحكي على المرة إذا بتريد. أنا تواصلت معها قال ولا مرة بترفع صوتها السجادة بوجهها. طب معقول حدا يتجوز سجادة يا زلمة؟ نحن مع الحرية بس تجوز سجادة. أنت مع الحرية؟ شو فاهمك بالحرية؟ شو بتعرف عنها؟ يا أخي أنا مش مع الحرية غيرت رأيي. وشفت ليتلي رجال ب ماني مأكد بأي بلد جوز دمية. لا جوز دمية. جوز دمية إيه؟ يعني طب لا هاي كثير. ليه؟ يعني واحد كل شيء له حدود، حتى للصبر حدود، للحرية حدود. في وحدة تجوزت حمار. شفتها كمان. يعني في كتار صاروا ثلاث سنين سوا وكثير يعني مكحلة وهيك. ما لا هيدا الشيء هيدا صار منه هيدا جنون. منه حرية. هلا لو لك حدا بيقوم علي انه انا ضد الحرية. أول مرة بتكون هالفكرة بتضحك ما بتكون ما بعرف ليك ما تاخذني لمحل غوص فيها على السوشيال ميديا بس طب مش مسموع. سجادة. ايه شفتها اليوم شفتيها؟ هي شو؟ رح ابعث لك اياها. هي شو السجادة؟ شو نوعها؟ عجمي. العجمي منيح هلا يعني واحد ما في يحكي على العجمي. انا بحب العجمي بس انه طيب ثاني وحدة شو الممثل اللبناني والسوري؟ خلص. خلص الموضوع. بيك اقوى من بي وبي ايه. اقوى من بيك وخلص. يعني شو بدي هلا بيك اقوى من بي؟ هيدا فن. ايه بس هيدا فن. شو الفن ما له جنسيه ما له هويه ما له عم اقول دورك حلو بتوصل للناس. يعني ممثل لبناني قبضاي مثله مثل الممثل السوري عم تقولي؟ اكيد. سوريا في نجوم. ليه ما بتجيبون انتم ابطال مسلسلاتكم؟ مين قال ما بنجيب؟ لا ما تقولي ليه ما مين قال ما مين قال؟ بس تكون في بطوله مشتركه ما بكون في بطولة للبنان بتحطون دايما حبيبي ثورة الفلاحين مسلسل بأمه وأبوه أكثر مسلسل لبناني بأمه وأبوه أكثر مسلسل لبناني يعني أبطال عم بحكي أنا بالبان عرب يعني بس يعني بالبان عرب بيكون في ممثل لبناني ممثلة سورية ممثلة لبنانية ممثل سوري يعني ممثلين لبنانية كمان أبطال ونجوم بالمسلسل ولا مرة نحن بنعمل بيور عطول ولا مرة فكرنا إنه لبناني رفيقك الأنتيم باسم مغنية طلع وحكي وقال نحن مظلومين بهيدا النقطة رفيقك طوني عيسى كمان كارلوس عزار يوسف يعني كل الممثلين اللبنانيين كله عم بيطالب بحقه إنه شركات الإنتاج ساعد بتكون ما معكم مصاري بتدقون لأنه تعملنا سعر وتعوا وقفوا حدنا مش مزبوط مين اللي قال هالجملة؟ الكل وسام حنا قالها مش مزبوط هيدا الشيء مش مزبوط سأل غيره بكرة مش مزبوط انا عم بقول لك او هو ليش؟ قال لا مش مزبوط هيدا الشيء انه اذا ما معنا مصاري بندق للممثل اللبناني واذا معنا عندكم بادجت صغير بدقوا للممثل اللبناني لا لا مش مزبوط اذا عندكم بادجت كبير ودافعينكم ما بعرف اي شكل انتاج بدقوا ل مش مزبوط سأل غير الممثلين سأل غير الممثلين اللبنانيين مش مزبوط هيدا الحكي حكينا عن وضع الممثل اللبنان شوف اخذ حقه اول شيء يعني بحكي عن ممثل شاب اول شيء في سياسه محطات انا ما بحق لي جاوب على هيك سؤال
هيك سؤال بتسأله لجمال، بتسأله لصادق الصبا. انت ك انا بسألك رفيقتهم. في سياسة محطات. في سياسة محطات. بعدين هالمنتج الممثل اللبناني بلبنان عايش مثل الممثلة اللبنانية. المنتج سؤال هالقد بسيط. ايه؟ مش بده المنتج، ممثل لبناني بلبنان. ايه؟ عايش مثل الممثلة اللبنانية، مثل المرأة يعني رجال مثل المرأة عايش. لا ما في عيش مثل المرأة. يعني بيطلب بحقوقه. نروح ياخذك غير جنان. بيطالب بحقوقه. ايه لازم يضل يطالب بحقوقه لأنه بيستاهل. الممثل اللبناني بيستاهل. عندنا شباب بياخذوا العقل. ثالث وحدة بدي اياك تعلق عليها هي تبع الكورونا. اللي بياخذ بياخذ واللي ايه. شو قالت مدام صبري؟ البقاء للأقوى. إنه اللي بياخذ بس ليه ضحكتي بس قلت لك اياها البقاء للأقوى؟ لأنه صاروا كتير يستعملوها على السوشيال ميديا. يعني صرنا كلنا نستعملها. انه البقاء للاقوى. هي اكيد مش قاصده، هي حدا كتير لذيذ وما يعني منا اجريسيف لتحكي بهيدي الطريقه، بس هو لانه مرض وموت ما فيك يعني هيك تحكي عن حدا انه في بكل بساطه اللي بيعيش بيعيش بموت بموت. هي هيك بس هي ما هيك. فيك تقولها. لا فيك تقولها. يعني فيك اذا انا ساخنه تيجي تشق علي تقول لي والله يعني اذا متي خلص بيكون خلص عمرك يلا باي. ما بتقدر يا حبيبتي والله لو انا عمود بدك تحكي غير شيء. ما الكذب حلو بالحياه اوقات. يعني اخطات ياسمين صبري. هي زلت لسان مش قصدها. انا هيك بحبك كشخص يعني. قربوني قربوني لعندها قربوني الى المواجهه. مش كتير زعلانه منه. رح نروح على هيك المواجهه. ماجي اربع اخبار عنك من نسج الخيال، بدي منك تحضرك الوحده وتقولي رايك فيها. حاضر ماضي ومستقبل. رح بلش بالماضي. ايه ماضي حاضر مستقبل. اوكي ماضي يلا. لم تكن تعلم الممثله المسرحيه الشابه ماجي بوغصن انها لن تتمكن من المشاركه في عرضها المسرحي الجديد على مسرح مترو بيروت، وذلك بسبب نقلها على وجه سرعه ليله افتتاح المسرحيه إلى مستشفى الروم بعد تعرضها للضرب المبرح على يد شقيقها، ما استدعى تدخل جيرانها ونقلها بحالة يرثى لها. إذا صار معك هيك شيء، بعرف إنه مش صاير معك هيك شيء، إذا صار معك هيك شيء كيف تتصرفي؟ بعرف إنه صار معك شيء قريب، بس ما بدي أحكي الموضوع. ليه مصدومة؟ لا لأنه هلا بتقلي ملك، بس إنه مش يعني خيي مستحيل. أنا إخواتي أنا عم بقول إذا صار. يعني انا عم بقول يعني نحن فتنا هلا بمود انت اخذت بالاخبار عم تحضر وطلعت هاي الخبريه انه كذب، انه خيي ضربني وهيك كذب. حتى لو ضربك، اذا خيك ضربك شو؟ ما بعرف انه خيي يضربني تزبط. ليه انزعجتي؟ انه الصوره بشعه. الى الحاضر. اثارت الفنانه اللبنانيه ماجي بوغصن جدلا وغضبا جماهيريا واسعا بعد نشرها لتغريدة عبر حسابها على تويتر معلنة فيها هجرتها من لبنان مع عائلتها، حيث كتبت: نحن المشاهير أكبر من هيك بلد، حرقت الباسبور اللبناني اللي صار للأسف كتير رخيص وقررت هاجر أنا وعائلتي، ما بينأسف لا هيك شعب ولا هيك مزرعة. تخنتيها. تخنتيها. أنا إذا بدي سافر أكيد ما بكتب هيك تويت. شو بتكتبي؟ أنا بقول لك بحب عيش وموت بلبنان، بس أنا احترامي للرأي الآخر، ماني ضد أي حدا بيقول أنا مسافر. أنا امبارح على صار في كثير أدمغة وكثير شباب وصبايا كثير امبارح رفيقتي حبيبة قلبي يعني بكيت ساعة أنا وغامرتها. ليه عم تبكي هلا؟ على رفيقتك، على البلد، على الاولاد، على شو تحديدا؟ فصامت دغري مثل الكهرباء. انا بكره الفراق كثير، بكره الفرق، وبس شخص يهاجر يهاجر مش يسافر. قد ما تقول انه منضل على تواصل وهيك خلص خلصت خلص خلصت يعني.
صرت شوفه بالسنة مرة وهيك. أنا أصحابي كتير الأنتيم اللي بحبهم كتير من زمان هاجروا، يعني أوقات بسافر خصوصي على أمريكا لشوف رفيقتي نهى، رفيقتي الطفولة يلي ما قدرت تتحمل ظروف البلد وسافرت لحتى تقدر تعيش. شتتونا، صارت حتى العيد بطل له معنى. العيد هو الطاولة والجمعة، صارت كل الجمعات ناقصة، ما في جمعة كاملة، في كراسي ناقصة، ناس هاجروا، ناس ماتوا. هلا نسيت شو سؤالك، يمكن عم جاوب على غير شيء. لا لا مزبوط جوابك مزبوط. عم نحكي عن الهجرة، انه خزقت الباسبور وقلت ما بدي اعيش بهيدي المزرعة. لا لا اكيد اكيد ما بحكي عن لبنان بهيدي الطريقة. لبنان شو دخله؟ كيف شو دخله؟ لبنان شو دخله؟ هو الحكامه. بس لبنان ما دخله، لبنان كتير حلو، لبنان بجي انا بحبه، بس اذا اضطريت هاجر رح هاجر. عشان هيك عم قلك انا ماني ضد اي حدا بيقلك انا مهاجر. ما بطلع بهينه او ايه بعت لبنان، لا ما حدا يتفلسف على حدا، ما حدا بيعرف شو ظروف التاني. هيدا نروح على المستقبل. يلا. افتتحت الممثلة القديرة ماجي بوغصن برفقة ابنة الوزيرة السابقة ليلى صلح حمادي دار العجزة الأول الذي يحمل اسمها دار بوغصن للرعاية في بصليم، وأعربت بعد حفل الافتتاح الذي أقيم في الدار عن سعادتها بتحقيق حلمها أخيراً. هيدا حلمك؟ هيدا حلم دار عجزة؟ حلم ابني ريان. من هو وصغير يجمع مصاري، دايما بيقول لي بس اكبر بدي اعمر بيوت للختيره، لانه عنده ضعف على الختيره وبيحب يساعدهم كثير، فانا دايما بغذي له هيدا الشيء. هلا اسم الله صار رجال وصار يقول دار عجزه، وان شاء الله انه هيدا الحلم بيتحقق. بتخافي من على اللي حواليك؟ يعني بتخافي من العمر كمان تخسر اللي حواليك؟ كثير بنرعب، بخاف من العمر وبخاف من المرض وبخاف من الموت، ما بحب اخسر. بس انت الناس. مؤمنه؟ انا كثير مؤمنه، ما هي بعرف بس بخاف بخاف من الخساره. اخر خبر للمستقبل ان شاء الله يكون في دولار. لم يكن يتوقع احد ان تكون مراسم جنازه الفنانه القديره ماجي بوغصن صاحبه اشهر افلام الكوميديا في لبنان على هذه الصوره، حيث ودعت اليوم منطقة لمتين ابنتها في مراسم بسيطة اقتصرت على العائلة فقط، وقد خلت المراسم من حشد جماهيري وسياسي وفني يليق بمسيرتها الطويلة. وقد أوصى رئيس الجمهورية بتقليدها وسام الأرز الوطني برتبة ضابط وتعليقه على نعشها تقديراً لمسيرتها. في مرة فكرت بهالموضوع؟ انه انا يعني موت وما يجي حدا على دفني؟ بعيد الشر عنك اكيد، يعني عم نحكي نحن نسج الخيال، ما عم نقول، بس شي مره فكرت انه بعد عمر طويل بس الله ياخذ امانته، يعني انه كيف رح يكون مراسم الجنازه؟ او ولا مره فكرت؟ بتخاف تكوني لحالك؟ انه ما يكون في حد حواليك الناس بتحبيهم بحبوك؟ بتقولي مش معقول ما يكون في ناس بحبهم وبحبوني، لانه في ناس كثير بحبهم وبحبوني ورح نختير سوا. بسبقهم او بيسبقوني ما بعرف، بس رح نختير سوا. وهو مش مهم يكون في حواليك 10,000 شخص بحبوك، ال 10,000 كذابين، بس يكون في كم شخص حواليك بحبوك كثير، ففقدانك رح يبكيهم دم. كتبت وصيتك؟ لا ولا مرة فكرت فيها؟ لا لا ما فكرت، خلص غير الموضوع. لا لا خلي بس ما بحب هالموضوع. بس بدي أعرف، بس بدي أعرف إذا بدك تكتبي وصيتك اليوم شو بتوصي ومين؟ بس جوزي وأهلي بأولادي بس. أو هن؟ هي ما بدهم وصية، يعني هاو يعني هاو ما بدهم تكتبي وصية، مع إنه أولادي موصيين. أموالي يعني؟ منقولة وغير منقولة. شو؟ لا تعليق. لا تعليق؟ انبسطت فيك اليوم. أنا كمان. ما كان بدي بكيك أكيد، ما كان بدي زعلك بآخر سؤال. ليه ما بتعملوا لي آخر سؤال إنه شيء إنه
مثلا عملون عملوا معروف اخر سؤال يكون انه بال 2025 جمعت ماجي بغصن سيرين عبد النور نادين جيم وهيك على صلحة مأدبة عشاء ألمت إلى عمل مشترك كانوا كلهم عم لا 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 أنا بقول لك شيء مثلا ليش إنه ما عندي عمل مشترك مثلا مع جينيفر لوبيز بشو أحلى مني هي بشي هيك بتشد شعرها رجعوا الكراسي على السريع بشي هيك بتشد شعرها بعدين هي وصلت بالواسطة طبعا بس أنتوا بتحبوا الأجانب لأنه البروديوسر تبعولها البروديوسر تبعولها كان كان صحابها وهيك لك أكيد ما كلنا بنعرف رجعوا الكراسي على السريع على السريع على السريع شكرا ماجي بغصن ثانك يو ميرسي لك ثانك يو